العكس من بعد الانتظار قرر عن نفسي بنفسي ايدي اخد قرار اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار كسر حيطاني وشمس تضوي عني المدار عم يبدا العد العكس لا عمر وشكل جديد لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بيريد لا اشكي الحظ طال ولا هالقلب الوحيد غرق زوايا أمسي يا هالجرح العميد وبعيش حياتي لأول مرة حلوة وسعيدة مجنونة حرة لو حأرسلها تخلص مني عشان يخلالك الجو معاها لوحدك؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ يا بنتي بقولك مشروع العمر، انا فضلتك انت بالذات دونا عن زمايلك في الشركه، يعني انت هتكوني هناك لوحدك، الكلمه الاولى والاخيره ليك انت، محدش له سلطان عليكي، تقومي تقولي لي مش عارف ايه؟ عيب الكلام ده يا نوح، ده مشروع تأميني منه مستقبلك. مش عايزه حاجه. قلت لك مليون مره مش عايزه حاجه غير ان انا اكون معاك. وانت مش قادر تفهم ولا تحس بيا بل بالعكس بتدوس عليا اكتر اكتر كل يوم والتاني يا نهمل ولا حاجه افتكرت ان انا هحلها اترين عقدتها هي باين انها هتتعقد 60 عقده هشام كلمني كنت حاسس قالك ايه جوزنا يعرف مكانها انا كنت متوقع اللحظه دي طب هنعمل ايه دلوقتي هنبلغ البوليس هنبلغ البوليس نقول له ايه نقول لهم ان جوزنا جاي يقتلها وايه الدليل طلبت منه الطلاق رفض يطلقها هربت قرر انه يقتلها عارف بس مفيش دليل عندك حق ما هي دي المشكله مفيش اي دليل هي دي المشكله هتبلغي عن ايه؟ وعن مين؟ وبناء عن ايه؟ ولا حاجة. هنفترض حتى ان احنا حطينا اسمه في المطار عشان نمنعه من دخول مصر. ايه السبب الجوهري اللي يقتنع بيه امن المطار وما يدخلوش مصر؟ ولا حاجة. بس هو كده ممكن يقتلها فعلا. وده اللي مش مخليني اعرف انام. طب هو هيعرف مكانها ازاي؟ اذا كنت انت شخصيا مش عارف مكانها. هو ده بقى اللي في ايدينا اللي لازم نشتغل عليه. إن النهاية تفضل بعيد ومتخفية أيوة بس لحد إمتى؟ مش عارف بس اللي أنا أعرفه إن عاصم مش لازم يوصل لها ربنا يستر ربنا يستر حاسس إن أنا في كابوس هتروح إن شاء الله عن إذنك أنا يا فندم تفضلي نايا أنت كويسة أنا رح أختنق الملل الفظيع شو هالعمر هيدا؟ هيك بدي أقضي حياتي من سجن لسجن؟ طب نايا ممكن تركزي معايا؟ عاصم عارف إن أنت عايشة وما متيش عارف؟ وعارف كمان إن أنت عايشة في مصر
شو بيك كريم؟ ناقص تقلي انه عاصم وقف ورا الباب وشوي وبيهجم علي. لا، دي الحاجة الوحيدة بقى اللي هتطمن. عاصم لحد دلوقتي ما يعرفش مكانك، بس لازم تعملي اللي هقولك عليه بالظبط. نقي مش عايزك تظهري أو تخرجي حتى لو كانت الأسباب إيه، ما تطلعيش من باب البيت، مفهوم؟ كريم أنا خايفة. قلتلك 100 مرة قبل كده ما تخافيش طول ما أنا جنبك. طب وأمي وأمي وخالتي شو بعمل فيهم؟ ما تقلقيش عليهم، أنا هنزل لهم اسكندرية وهغير لهم مكانهم. أخيلك يا كريم اتصل فيهم، اتصل فيهم وشوف إذا عاصم وصل لعندهم ولا بعد. لا أنا مش عايزك تضعفي. في إيه؟ إهدي إهدي، أنا مش عايز عاصم يهزمك قبل ما يوصلك. هيوصل لعندهم أنا مأكدة. إيه الضعف اللي أنت فيه ده؟ أنت ما بتعرف عاصم. بالعكس، ده أنا بقيت أعرفه أكتر منك من كتر حكاياتك عنه، وعارف كويس قوي هو بيفكر إزاي، بس هو يواجهني. يا كريم ست قلت لك 100 مرة أنت منك طرف، ما بدي إياك تعلق مع واحد مثل عاصم. وأنا برضو 100 مرة قلت لك إن أنا مش هسمح لا لعاصم ولا لغيره إن يؤذيكي. ناي خلينا في المهم، إديني رقم ماما. الو، ازيك يا ست الكل؟ يا اهلا يا اهلا بالسهر. يا عمي وينكم؟ طولتوا الغيبه. ده انت عرفت صوتي على طول اهو. معقول انا انسى صوتك يا باش مهندس يا كريم؟ مع انك انت ونايا طولتوا الغيبه علينا. وهيدي امه وصلت لحد مشغول بال عليا بدها تسمع صوتها. قولي لها تطمن. هانت يا امي. على كل حال بكره ان شاء الله عايزكم تجهزوا كل حاجاتكم في شنط وانا همر عليكم عشان تروحوا النايا. عن جد؟ سمعتي يا نجات؟ سمعتي؟ نايا بدينا نروح لعندها والباش مهندس كريم هو اللي رح يخدنا. كتر خير الله. انت منكون جاهزين؟ يعني ممكن امر عليكم على بعد الظهر ان شاء الله بكره. ها؟ بكره من طلوع الدوحة نكون جاهزين ان شاء الله. مع السلامة. طيب مع السلامة. سلم لي عنايا. خي يا اختي خي، دخلك صرنا زمان مش مغيرين جو. قلبي منشف. بعرف يا فادية اني غيرت لك طريقة حياتك وحرمتك من اشياء كتيرة، حجزت لك حريتك. بخيلك تسمحيني يا اختي. ولو شو هالحكي يا نجات؟ ما بدي اسمعه منك مرة تانية. بعدين يا اختي نحنا مين قلنا غير بعض؟ نسيتي انه فادي ربي بيناتكم، وانه لو منايا ساعدته كان بعده لهلا ما تخرج من جامعته. نحن اهل يا فادي، مش بيناتنا هالاشياء. انا وانتي واحد، وفادي ونايا اخوه. ايه هال قولي هالحكي لحالك. ليكي اختي انا لما قلت قلبي منشف ما كنت قصدي انا يعني، قصدي انا وانتي. بزنتك انتي قلبك مش منشف لك اكثر منك. شفتي كيف؟ يا تقبريني يا أختي يا حبيبتي يا نجوت. أنت يا أختي بركتنا بهالبيت، مجرد وجودك بيناتنا يعني الدنيا بألف خير. وإذا نايا الله موفقة بحياتها هيدا كله من صلواتك ودعواتك يا أختي. الله يحمي لي إياه ويرد لي عنها يا حبيبتي. Thank you.
جبران كيفك؟ جبران عاصم خطه مسكر، صار لي أكثر من 10 مرات عم اتصل عليه لهلأ ما فتح خطه. يا منال طولي بالك شوي، يمكن يكون غرقان بالنوم بشي مطرح من بعد ما رجع يشرب. صار لي من وقت ما تركتك عم دق له، وحتى من قبل ما يحترق البوت كمان. وليه ما خبرتيني؟ ايه ما كنت وصلاني لمرحلة شغلان البال. تعرفي اذا هو حرق البوت يعني بده شوية وقت حتى يرجع، طولي بالك. طب يخبرني على القليلة، يقول لي مسافر، يقول لي مالي راجع، بس ما يتركني بهالحالة هاي. طيب طيب سكر شوي برجع بحكيك. غريب لاما كمان شهر زاد مسكر خطه، بدل يكونوا ظهروا شي مطرح مع بعض وما في ارسال، خطه المسكر. وبركي نوان ما بطول. ضحية نجد وعجوبة، يمكن لو مطلت من السيارة قبل ما تنفجر كانت تفحمت. صرنا من وضع صعب وما بيسمح انه بحكي معهم، هيك دكتور؟ بعد بكير، صحيح ان خلصت من الموت بس كمان دخلت بالكوما وصار عندها نزيف بالدماغ مع وزمة شديدة. بس هيدا خطير كتير، يمكن مطوع ابدا. من جهة خطير اكيد، وبالنسبة انها ترجع مثل ما كانت اكيد لا، لكن ممكن ومعقول انها تصحى، ليش لا؟ بالاذن. خير شو صاير؟ أنا المحامي وديع سكاف. تشرفنا أستاذ. المدام عملت حادث خطير وأنا رايح هلا لعندها على المستشفى لنشوف شو بدنا نعمل. حادث شو؟ حادث سيارة، الله ستر، كانت راحت فيها مثل اللي كان معه. ليش؟ مين اللي كان معه؟ مسيو عاصم. عاصم؟ أنتم متأكدين من هيدا الشيء؟ كيف لكان؟ ما طلعوا سوا من هون. طب وليه حتى خبروكم لقلكم وما خبروا أهله لعاصم؟ لأنه قدروا ينقلوها. بس مسيو عاصم الهيئة علقان بالسيارة المحروقة والسيارة علقانة بين الصخور، بس الست شهرزاد طارت من السيارة قبل ما تحترق. تأكدوا من هويتها؟ تأكدوا انه هيدي اياها شهرزاد؟ شوف النصيب، كانت معلقة جزدان برقبتها وقت طارت من السيارة، بقي معلق فيها، لقيه بقلبه السلولار، كنت انا اخر شخص حكيت معه، كرمال هيك خبروني اول واحد، افتكروني بقربها، ما كانوا عارفين بعد اني المحامي. كيف عرفوا انه هيدي سيارة عاصم؟ انا خبرتهم. منال منال الو صحيتك؟ ليش انا عم يجيني نوم؟ على فكره انا كلمت خالتك واتفقت معاها ان انا اعدي اليوم بكره في اسكندريه، عايز انقلهم هي ومامتك. لوين رح تنقلهم؟ هم متخيلين ان هم جايين عندك، لكن انا وضبت لهم شقه في الدقي كده يقعدوا فيها كام يوم لحد ما نشوف اللي احنا فيه ده هيوصلنا لحد فين. واذا سالوك عني شو بتقول لهم؟ هي انا بقى مضطر ان انا احكي لهم الوضع بمنتهى الصراحه. هقول لهم ان عاصم ابتدى يضايقك وانت سافرتي مثلا بره مصر بشكل مؤقت، حاجه زي كده يعني. يا الله شو عم يتعذبوا معي. مالك يا بنتي في ايه؟ فين روح النكته بتاع زمان؟ اه صحيح انا نسيت، مفيش اصلا روح النكته. كريم في حدا عم يدق على الباب. ايه المشكله يعني؟ اكيد حد غلطان في العنوان. اكيد عاصم. نايا عاصم لو عارف انت ساكنه فين مش هيضرب الجرس ده، هيكسر الباب ويدخل الشقه. يا كريم عم يوقف دق. طيب ممكن بس تروح كده بهدوء وتبص من العين السحريه. لك ليش انا قادر اتحرك من محلي؟ نايا ما مش هينفع كده. وقف دق لحظه، في حدا عم يبعد. الحمد لله. نايا انت كده بتقلقيني، وبعدين خلي بالك انت بعيد جدا، انت في شرم الشيخ يعني صعب اكون جنبك وقت ما تحتاجيني. ما
معك حق، أنا بعتذر. أنا مش عايزك تتأسفي، أنا عايزك تكوني قوية، عايزك ناية بتاعت زمان، ناية الواثقة من نفسها، الفخورة بشغلها، الجامدة، ناية اللي ارتكبت أكبر مغامرة بشرية، ناية اللي أقنعت الناس كلها إن هي غرقت وهي أصلاً معلمة في السباحة. أنت مش ملاحظة إن أنت بقيتي بايخة كده ودمك تقيل؟ في إيه؟ معك حق، عن جد حس حالي بايخة. ولا بايخة ولا حاجة، أنا عايزك تطمني وتهدي. طمني، أنا جنبك. مساء الخير. حضرتك إذا ماني غلطان بتكوني أخته الأستاذ عاصم. شي غريب إنه نلتقى بيوم واحد مرتين وكل مرة بمناسبة أليمة. عاصم ماله بالبيت، صار لي من الصبح عم أحكي وخطه مسكر، يا ترى وين بيكون ما بعرف، مع إنه إله بالعادي يخبرني. سيارة الأستاذ عاصم عملت حادث وتهورت بالوجه. منال لحظة شوي حبيبتي لحظة. مكرونال إذا صحيح اللي سمعته إنه سيارة الأستاذ عاصم تدهورت واحترقت، أنتوا كيف عرفتوا إنه هيدي إياها سيارة عاصم؟ صحيح إنه في صعوبة برفع السيارة، بس واحد من عناصرنا قدر ينزلها بتوافد الجيش وقدر يفحصها ويحصل على نمرتها ورقم الشاسية، ومن هون قدرنا نتأكد. وعاصم وضعية السيارة ما سمحت لنا أن نشوفه حتى نطلعه، بس المحاولات مستمرة. دقيقة يا ربي، دقيقة شوي. نحن بنعتذر على الموقف، بس وجبنا نفطر بالإذن. العمر إلكم. بس نعرف أي جديد بموضوع السيارة رح نخبركم شو رح نعمل. جبالنا حلوة بس خطرة، بالإذن. إذنك معك. راح أخي، راح أخي يا جبران، راح أخي الوحيد، ما صفي عني حدا من أهلي، كل راح وراح أخي. في أمر يا منال، أنا شو؟ أنا خيك وبيك وعائلتك. طول بالك، تقوى بتتقوى. قومي هلا انا وياك تفوتي تقعدي جوا ترتاحي، هذا اللي لازم تعمليه هلا. قومي معي يا حبيبتي، قومي. هذا القدر يا منال، ما حدا بيقدر يوقف في طريقه. جبران ما عم صدق. معقوله ما عاد في عاصم؟ بلى، عاصم رح يضل معنا بذكرياته وبروحه. روح حبيبتي، روح. ما صدقت انت رجعنا تصالحنا بعد سنين زعل، وبرجع اخسره من اول وجديد. مش احسن ما يصير هيك وانتم متخانقين؟ الحمد لله انه تصالحتوا، الحمد لله. شدي حالك حبيبتي، شدي حالك. معقولة؟ انا مش قادرة اصدق. بعد كل اللي عملته علشانه، بعد كل اللي استحملته منه، عايز يحتفني بالأسر؟ لا وإيه؟ عايز يفهمني المشروع الأوتيل الفرعوني ده إيه؟ أهم مشروع في حياتي. معلش يا نهى، يمكن هو شايف إن مصلحتك هناك. لا مش مصلحتي يا طارق، أنا مصلحتي هنا وجنبه، عشان أنا بحبه. ما تزعليش مني يا نهى، فرصة زي دي ما تتعوضش. كفاية بقى جري ورا أوهام، خليكي واقعية. أنا لو منك ما سيبش مشروع زي ده يضيع من إيدي أبدا. ومين قال لك ان انا عايزه مشاريع؟ انا مش عايزه مشاريع ولا عايزه فلوس. انت ليه معتبر ان المشروع ده اهم من مشاعري؟ طب انت ليه مستكترين عليا انه كريم يحبني يا طارق ليه؟ هو انا ناقصني ايه طيب؟ وليا احسن مني بايه؟ هو كان ماشي كويس معايا لحد ما هي ظهرت. خلاص بقى نهى، الحكايه دي راحت لحالها. وجوه فضيلك، هو لو كان عايزك بجد وبيحبك بجد ما كانش حد هيقدر يمنعه. أنا مش قادرة أصدق إنه عايز يبعتني الأسر. شفتي بقى؟ يعني ناية ملهاش دعوة. شيليها من دماغك بقى. لا، ناية أو غيرها، أنا مش هسمح لحد ياخد كريم مني. من الآخر كده يعني مش هخليه يتهنى بعمره. يعني أفهم من كده إنك مش هتروحي مشروع الأسر؟ لا، أنا لا هروح مشروع الأسر ولا هروح غيره. هفضل قاعدة هنا في القاهرة ومش هسيب الشركة كمان. بس انت كده بتضري نفسك. مش مهم،
أنا حر. أمال جبتيني ليه على ملا وشي يا بنت الناس؟ الو الو بونسوار فارس، معك كابتن جبران. بعرف شفت الاسم. هلا قلي كيفك؟ من زمان ما حكيتني. الحمد لله. سوري فارس، بعرف ان الوقت كتير مأخر، بس في شي لازم خبرك اياه. خير؟ شو في؟ عاصم راح بحادث سيارة. كيف؟ بخبرك بس شوفك. شوفني؟ اخته لعاصم منها اللي بقيت لوحدها، وقلت أنا بركي أنت بتجيب ليلى وبتجون هون. ليلى؟ إيه فارس، بعرف إنه طلب غريب. مش هيك، بس إنه وبدي إياك تخبر نزيه وسامية. نزيه وسامية؟ فارس أنت بتعرف إنه في إجراءات كتير لازم تنعمل، ومنال مش لازم تضل لوحدها. فهمت، بس إنه يعني قصدي ما في معرفة سابقة يعني. بس معك حق فارس، بس صدقني ما لقيت حدا غيركم خبره. طيب خير، بس يوعى من النوم بتصل فيهم ونجي لعندك فورا. مرسي كتير فارس، كلك زو. تكره. عاصم مات؟ ليش عاصم بيموت؟ كابتن وينك؟ شغلت لي بالي. عاصم مات. شو؟ شهرزاد بالعناية الفايقة. عاصم وشهرزاد؟ عملوا حادث سيارة. شو عم تحكي يا زلمة؟ مثل ما سمعت. نايا لازم تعرف. بعرف، كرمال هيك تركت منار وجيت حتى خبرك. خود، تعرف ان هشام خبره هلا بعد نص ليل؟ دق له إذا ما رد بعت له مساج. يا انجي خلاصي، بقول لك مسافر. خلاص يا فندم، الملف اهو في ايدي، انا جايلك حالا. يلا طيب. سلام. بونجور. بونجور، اهلا. كيفك انجي؟ الحمد لله. ثانية واحدة، تشرب قهوة؟ لا لا مرسي، بس إذا الأستاذ كريم هون أنا لازم أشوفه ضروري. هون. ثانية واحدة، أديله خبر ورجع لك على طول. ثانية واحدة. في إيه؟ مالك؟ هشام. ماله هشام؟ برا، عاوز يشوفك. مش عايز يشوفني انا؟ خليه يتفضل. طيب ثانية واحدة نادي. تفضل. اتفضل يا استاذ هشام، اتفضل. مرسي. مرحبا. اهلا هشام.
اهلا وسهلا، تفضل فنان. تشربيه؟ لا ميرسي، ما بدي اخرك عن شغلك، بس بالليل وصلني مسج كثير مهم لنايا، ولان انا ما بعرف رقم تليفونها او وين عايشه، قلت اكيد انتم فيكم تلاقوا طريقه توصلوا للخبر، لان خبريه هي لازم تعرفها. اكيد طبعا. خير، ايه اللي حصل؟ عاصم، يعني جوز نايا، اعطاك عمره. عاصم اعطاني عمره؟ مش فاهم، معلش. سوري، يعني توفى عاصم. ايه، مات بحادث سياره. خبر؟ لا حول ولا قوه الا بالله يا عاصم. يعني هلا بتخيل نايا صار فيها ترجع على لبنان اذا بدها. ايه فارس، شو بدك؟ ما تقلي هلا عم التلفن تعتذر من وعد ما خربتها بيني وبين مرتي. لك اي اعتذار يا زلمة، انت وين والدنيا وين؟ في شيء اهم؟ والله اهم من انه ينخرب بيتي؟ عاصم، شو بدنا بسيرته هلا انت؟ ما هي ما بقى حتسمع سيرته بالمرة، لانه خلص. خلص؟ شو يعني خلص؟ حاسس حالي انا وعم خبرك رح ارجع اتفاجئ مرة تانية. مات يا زلمة. مات؟ مين اللي مات؟ مش عم بفهم عليك فارس. مين؟ عاصم. عاصم عم تتساءل؟ اكيد عم تتساءل. بشرفك بلا ما اضحك على الصبح ما قلي جلدتك. صدقني انا متفاجئ مثلك، بس هذا اللي صار، الزلمه مات. طيب انت وين هلا؟ وين بدي اكون؟ بالمكتب. ما هو قبل ما يموت حرقها وقعد على تلته. فكرك اخترب بيتك لحالك؟ طيب اسمعني، اوعى تتحرك من مطرحك، انا جاي لعندك طيران. يو. شو في كريم؟ شو هو هالشي اللي كتير مهم ما قدرت تقلي اياه على التليفون؟ طب قولي لي، تفضل الاول. تفضل. عايز قهوة؟ مظبوط. ما في شيء قبل ما تحكي. طب ممكن تقعدي؟ في أخبار جديدة عن عاصم؟ طب احكيه. جوزك عمل حادثة ومات. عم تحكي عن عاصم؟ ده اللي حصل. أكد؟ هشام هو اللي قال لي. هشام؟ هشام يعني فادي هو اللي خبره؟ وبيقولك تقدر ترجع بيروت في أي وقت. عاصم ميت؟ وبقيتي حرة. عاصم، عاصم، ليش هيك عملت يا عاصم؟ ليش جبرت أن أصلحه؟ ما كان أحسن لو كل واحد منا راح بطريقه. أنا ولا ما كان بدي يصير اللي صار، بس أنت جبرتني. أنت جبرتني يا عاصم. سامحني عاصم، سامحني. سامحني إذا أذيتك، سامحني إذا جرحتك. عذبني كتير. انت اللي تغيرت وغيرتني معك. ليش يا عاصم ليش؟ ولا ما كان في احسن منك رجال ولا اكرم منك رجال. كنت شوف حالي فيك، كنت محسود عليك، عشت معك أسعد أيام حياتي. وقت ما اكتشفت إني سجينة وأنت سجين، اكتشفت إنه حياتي الزوجية كانت مسرحية. مجرد هالجمهور يوصل على بيته وضل أنا وياك لوحدنا، كانت هالمسرحية تقلب لجحيم، لكبوس
ليش يا بس؟ ليش دفشتني لعامل هيك؟ ليش؟ والله أنا ما كنت ناوية وما كان بدي. والله يا عازم اللي عازم مات. طيب عازم لو احتجتيني في أي حاجة أنت عارفة مكاني كويس. كريم لوين رايح؟ سيبك تقعدي مع نفسك شويه وكوني على راحتك، تدرسي ظروفك الجديده وتشوفي هتعملي ايه. بدي ارجع على البيت. هكلمهم في الشركه يحجزوا لك تذكره على اول طياره راجع بيروت. بدي ارجع على بيتي بالقاهره. اشتقت له. وانت كمان وحشتي قوي. انه بشرفك، كيف بدي اقنع سامي؟ ما هي تركت البيت من ورا عاصم ونايا. حبيبي هيدي فرصتك تثبت لها انك انت متمسك فيها، خصوصي انه نايا بعدها عايشه وعاصم مات. ولا شو؟ انا صراحه شايفها فرصه اجتك هيك على طبق من فضه. لك شو طبق فضه وطبق ذهب انت؟ عن شو عم تحكي؟ يعني ساميه زعلت وتركت البيت وعاصم الله يرحمه. ايه يعني فضيت لك الساحه. لا أكيد أنت بيك شي براسك فارس. عزيز شو باكله؟ مكتب فاضي، ما في حدا عم بتسمع لنا. ما تكون قتلين هم إنه حدا يسمعني يعني. على هي أنت نسيت وبدك ذكرى. لو ما كنت تشكيلي وتنقل لي قلبي كنت تعمل لي قلق. هيدا كان زمان فارس. أنا هلا ما فرقاني معي إلا إنه مرتي ترجع لي على البيت وابني يربع إيدي. يعني نايا خلص؟ خلص من زمان. أصلاً وقت سمعت إنه بعدها عايشة فكرت شو هالإنسان الأنانية. ليك إذا بدك رأيي ما بيجوز اللي عملته مع عاصم لو قد ما كان ظالم معه، ما بيجوز. هيدا الناحية كلنا أكلناها. أكتر شي ليلى يا حرام. شو حرام وما حرام، هي أحنينا. جتني فكرة. هاتي ابو الافكار قول. مندق لسامي وليلى وبنقنعهم يجوا يعزوا. انا بقنع سامي انه ترجع على البيت وانت بتقنع لي ليلى انه ترجع، يعني انه تصالحنا. هي تصالحك؟ بدي ارجع. اه ما بيجوز. كويت شعر ونزلت اجري. قفشتك جبت الحياة دي كلها، كنت مخبية الجمال ده كله فين؟ مخبية الحينة ميسرة يا حبيبتي. الله هلا حب شكله عامل عمايله على الآخر. عقبالك. من ناحية دي حبيبتي تطمني. أستاذ كريم مش جوه. مش مهم هستناه. الله أنت مش كنت زعلانة منه؟ عادي بتحصل بين الراجل وخطيبته، بيزعلها ويرجع يصالحها تاني، رغم ان انا عمري ما اقدر ازعل من كريم. خطيبته؟ هاي هاي ورحمة الله وبركاته. انت جاهزة؟ اه طبعا جاهزة، ده انا جاهزة من 3 سنين. ثانية شو؟ جمالك اليوم. عجبتك؟ كتير ميرسي. ليكي شو عمالك ناكل؟ بدك لبناني او ايطاليا او سوشي؟ لا لبناني طبعا. يدلي يدلي على اللبناني. معلي يدلي. شوف بقى شو. انا عايزاك تاكلني تبوله. تبوله؟ تبوله وكبه وحمام محشي. شو؟ عندك حمام محشي؟ لا متاكد انك لبناني. انجي عم شلبي؟ هو الاستاذ كريم وصل؟ ليه هو انت ما بتعرفش هو فين؟ وانا هعرف منين يا انسه. الله
ومالهم النهارده كلهم مش طبيعيين. تفضلي. نورتي بيتك. رغم قسوة اللي صار، أول مرة فوت على بيتي أنا مطمنة. وضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أحسبها لن تفرق. مش معقول هالكلام، شو بعبر عني؟ ده شهر الإمام الشافعي، دايما بحطه في وسط عينيا لما بيكون عندي مشكلة كبيرة وبتتحل. انت اسمك كريم الشافعي؟ دي مجرد صدفة. كريم انا بعتذر. عن ايه؟ يمكن ما كان لازم يصير هذا الشيء قدامك. اللي هو ايه؟ يمكن كان لازم ابكي على عاصم لوحدي. يمكن ما كنت متوقع بعد كل شيء عملته لحتى اهرب منه انه ازعل عليها هالقد. حتى انا ما كنت متوقع، بس هيدا اللي صار. احترق قلبي عليه، يمكن لأنه في عشرة بيناتنا، يمكن لأنه في خبز وملح بيناتنا. نانا زعلان منك، انت مش غلطانة في حاجة. أنا يمكن بس اللحظة دي فاجئت وحسيت إن أنا راجل غريب ومش من حقي إن أنا أقطع مع حياتك، وبالذات لحظاتك الإنسانية. وفي حاجات كتير قوي، بس بيني وبينك أنا احترمتك قوي، استجدعتك، اطمنت من ناحيتك. يعني زي ما تقولي كده، من الآخر أنت طلعتي بنت جدعة وبنت بلد أصلي. شكرا كريم، ما بعتقد حدا رح يفهمني قدك. ولا يهمك، هسيبك أنا دلوقتي عشان تستعيدي علاقتك ببيتك. ما بدك تشرب قهوة؟ قهوة؟ أهلا، ما احنا بنعرف نعمل قهوة. أمال يعني في شرم الشيخ بقولك عايز أشرب قهوة عملت نفسك ولا كأنك سمعاني يا بنتي؟ ليه؟ بس مش مشكلة، عادي. عم تتحديني؟ طيب يا كريم، رح تشرب قهوة هلأ، ما بحياتك شربين بتله. خلاص تعالي هنا، أنا مصدقك. أنا عايزك بقى تجهزي عشان بكرة الصبح في شغل كتير جدا مستنيكي في الشركة، ولا أنت نسيتي؟ لا مش ناسي، كمان اشتقت روح على الورشة. بس بصراحة مستحية كتير من نوحة وسليم وطارق بعد كل يلي صار. ما تشغليش بالك، أنا حسوي كل حاجة. والماما أخيرا رح أقعد أنا وياها بنفس البيت. ماما كويس قوي إن أنت فكرتيني. أول حاجة تكلميها وتطمنيها عليك، وبعدين تعتذري لها بالنيابة عني وتشرحي لها أنا ليه ما عرفتش أروح لها. هلأ بحكيها، بس كنت ناطرة لحتى إهدى شوي، وكمان لازم أشوف هشام. لو عايز تعرفي مكان هشام اسألي إنجي، الوحيدة في مصر اللي تعرف كل تحركاته. إنجي؟ طبعا إنجي طايرة بيه، معجبة بيه جدا. أوف، طب وهو؟ ربنا يتولى برحمته. أكيد حد داعي عليه، بس مش مشكلة. بس بنت طيبة، وأنت كمان طيبة أوي. أسيبك أنا بقى، باي.